اولا بالنسبه لفيدرالي جمعيات المحامين الشباب، هي تكتل لمجموعه من الجمعيات المحامين الشباب عبر روعه الوطن. هذه الجمعيات هي ليست مؤسسات مهنيه رسميه، بمعنى انها لا تملك سلطه القرار او فرض مقترحاتها او ارائها على باقي المحامين، وبالتالي هي تترافع، يعني تنتج مواقف، تنتج اوراق تشتغل عليها وتوجهها للمؤسسات المهنيه الرسميه للمحامين، اللي هي هيئه المحامين وجمعيه هيئه المحامين بالمغرب. نعطيك مثال الان، المشاريع القوانين التي تناقش على مستوى جمعيه هيئه المحامين بالمغرب ووزاره العدل، اغلب المشاريع ناقشتها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب على مستوى قواعدها المحليه وعلى مستوى مكتبها الفيدرالي، واعطت فيها اراء واوراق، مثلا ما تحدثنا عنه قانون المسطره المدنيه، قانون رقمنه الاجراءات القضائيه، قانون معهد المهن القضائيه وغيرها من المشاريع، حتى قانون مهنه المحاماه فيدرالية جمعيه المحامين الشباب اعدت مقترح قانون مستقل بذاته، خاص بذاته. جميع هذه الاوراق وهذه المشاريع وهذه الملاحظات توجه لمخاطبنا الاساسي الذي هو جمعيه هيئه المحامين بالمغرب. كما قلت في بلاغي الصحفي ان الفيدراليه تتمسك بجمعيه هيئه المحامين بالمغرب وليس لديها مخاطب اخر، ولا يمكن لنا ان نلجا الى مخاطب اخر، ثاني لا يمكن لنا ان نلجا الى وزاره العدل مباشره او نلجا الى الحكومه مباشره، لانه نحن محامون ونحترم اعرافنا المهنيه، ومن بين اعرافنا المهنيه ان نحترم تلك المؤسسات المهنيه، ثاني نحن لا يمكن لنا ان نتجاوزها، ان نخاطب تلك المؤسسات، نحاول ان نقترح عليها، نترافع معها، ونحاول ان نؤثر بها بالطرق فيها وفي غيرها من مؤسسات الدوله، نؤثر فيها عن طريق احيانا ترافع واحيانا عن طريق اشكال نضاليه متنوعه التي ربما يعني شاهدتم بعضها. بخصوص نتائج ذلك، بالتاكيد هناك نتائج، واجزم ان هناك نتائج، لان هذه الاوراق التي نوجه لجمعيه هيئه المحامين بالمغرب هي بكل تاكيد تدمجها ضمن المسودات التي تقترحها كذلك على الوزاره. ان جمعيه هيئه المحامين بالمغرب عندما تتلقى مشروع قانون مثلا تقترح تسلمه للهيئات لابداء ملاحظاتها بشانه، يعني تقوم بتجميع تلك الملاحظات من الهيئات، ومن بين الهيئات هناك فيدراليه جمعيه المحامين الشباب المغرب، تلك الملاحظات نجد لها مكانا في ما توجهه الجمعيه للوزاره. كذلك هناك على المستوى النضالي دائما نلاحظ ان ما تقوم به الفيدراليه من خطوات نضاليه يكون له تاثير على مستوى التفاوض الذي تقوم به الجمعيه مع الحكومه، بالتالي يعني الفيدراليه تتشرف ان تقوم بهذه الادوار وان لم تكن مخاطبا، ولكنها تقوم بادوار مهمه لفائده المواطن ولفائده المواطنين. كما هو واضح ان السمساره هي فعل مجرم بمقتضى قانون المحاماه، لكن للاسف هو فعل شائع لدرجه انه نحن نهاب الان ان يصبح السماسره قدوة للمحامين والمحاميات، لأن بذلك ستفقد في مهنة المحاماة قوتها، ستفقد صورتها، ويعني سنفقد حظوتنا داخل هذا المجتمع. ما يجب أن نؤكد عليه دائما وما نؤكد عليه هو أن هذا الفعل المجرم على مستوى القوانين الداخلية لهيئة المحامين على مستوى القانون، وممنوع على مستوى القوانين الداخليه لهيئه المحامين بالمغرب، يجب ان يتم اعمال هذه المقتضيات القانونيه في مواجهه من يرتكب هذه الافعال، لان
في مناخ تسوده السمسرة هناك متضرران كبيران. هناك المواطن الذي لا يثق في منظومة العدالة لاضطراره الخضوع لهذه الابتزازات، وهناك المحامي المكافح الذي يعتمد على الوسائل القانونية للقيام بمساطره وإرجاع حقوق موكليه، كذلك هو متضرر لأنه لا يستطيع القيام بذلك في ظل هذا المناخ الموبر. وبالتالي نحن نحمل طبيعة الحال المسؤولية للمؤسسات المهنية للمحامين وكذلك للمؤسسات القضائية لإعمال القانون بالنسبة للقضاة وبالنسبة للوسط، يعني منظومة العدالة بشكلها. شكرا.